يا هلا وسهلا مشاهدينا الكرام، والان موضوعنا عن الكيف. ورهولي من الكيف وصبولي من الدله لبن الاشقر يداوي الراس فنجاله. اكيد مع ضيفنا لهذا اليوم راح نتكلم دائما عن رائحه الهيل وكيف تجد ان الدله والفنجان والتمر والسكري تدرك حينئذ انك حللت ضيفا في بيت سعودي. في القهوه تعد جزءا دائما من التراث السعودي، فهي اهم عناصر الضيافه في البلاد يا امنه. أكيد، وما تخلو أي مناسبة عندنا إلا أيضا بارتباطها بالعادات والتقاليد، حيث تعد القهوة رمز من رموز الجود والكرم. القهوة السعودية لها مكانة جدا كبيرة في المجتمع كرمز عن حسن الاستقبال وكرم الضيافة وطريقة أيضا إعدادها وتحضيرها اللي تختلف من منطقة إلى أخرى. هذا راح يكون بإذن الله حديثنا حول التنوع الثقافي الكبير في المملكة العربية السعودية اللي تعدد الطرق وأساليب تقديم القهوة المتنوعة عندنا وتعزيز مكانة القهوة السعودية محليا، وبعدين نشوفها حتى دوليا باعتبارها رمز من رموز ثقافة السعودية وموروثها الأصيل. نرحب بضيفنا، نقول لك يا هلا وسهلا ومنور معنا في هذه المناسبة الوطنية. الله يرحمك، شكرا على الاستضافه. خلينا نتكلم عن القهوه. قلت لك في بدايه الموضوع، قلت لك رهولي من الكيف وصبولي من الدله البن الاشقر يداوي الراس فنجاله. الله يبارك فيك، بعد اذنك بس خلينا نرحب فيك عبد المجيد الغانم والحاجه. خلينا نرحب اخونا عبد المجيد الغانم المتميز في القهوه السعوديه وكل ما يخص المضياف في كل بيت سعودي. نور طلبك. الله يبارك فيك، بعد اذنك تفضل. اكثر شخص ودي اشكر اليوم هي امي. الله يطول عمرها، الله بالخير، الله يحفظ، الله يحفظ، امين، الله يا رب يطول عمرها. هي اللي ربتني ودعمتني وعلمتني طريق المسجد وحفظتني القرآن وشجعتني ودعمتني لأكون ما أنا عليه اليوم. ودي اللقاء اليوم كله أتكلم عن أمي، الله لأشكرها الله. وأقر أمام العالم بفضل أمي علي. الله يطول بعمره، نوجه لها تحية. آمين. فيما يخص القهوة، أنا بتكلم عن رؤية بعد إذنكم. الرؤية طبعا السعودية لها أثر كبير علينا كمقدمين ضيافة، وبعد توفيق الله جزء بسيط من نجاحنا هو بسبب تعبنا ومجهودنا، لكن الجزء الأكبر كوننا سعوديين. مصدر إلهامنا رؤية الأمير محمد بن سلمان، صحيح، وحرص قائدنا وفخرنا وملهمنا على إشراك الجميع في نهضة المملكة وجعلهم شركاء نجاح. رؤية السعودية 2030 عدت خطة تغيير، عطت خطة اقتصادية ثقافية اجتماعية، وجاءت الجهود للريادة في الإنتاج، وركزت المملكة على زراعة أشجار البن في 3 مدن حيوية: جازان وباحة وعسير، حيث بلغ في جازان 2500 مزرعة، 390 ألف شجرة. ما شاء الله، بلغ الناتج المحلي 300 طن من البن السعودي الصافي. رؤية السعودية 2030 أيضا أطلقت الشركة السعودية القهوة لتؤسس أكاديمية متخصصة في صناعة القهوة لأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال ومزارعين السعوديين لرفع القدرة الإنتاجية من 300 إلى 2500 طن. رؤية السعودية 2030 أسس المعهد الملكي للفنون التقليدية ليقدم برامج تعليمية من ضمن برامجه صناعة أواني القهوة السعودية بالفخار والنحت على الحجر. لو أتكلم عن الرؤية، معلومات ما شاء الله ما راح نخلص. دل على شيء عبد المجيد، دل على الحفاظ على موروث، وتعتبر القهوة السعودية موروث. خلينا نتكلم عنها منذ القدم. شلون كان اهتمام القهوة في عهد الدولة السعودية الأولى؟ الملك عبد العزيز طيب الله ثراه أسس مجالس، والمجالس هذه تحولت إلى مدارس تخرج الرجال محفوفين بالكثير من المروءة والشرف والمرجلة والكرم. المدارس هي تخرجنا منها، ان نحن انا واحد متخرج منها، ان واجدادنا، وترى ما هي بشهاده ورق، شهاده انا الشهاده. تشوف الشغموم، تشوف النشمي، تشوف الشقردي، اذا هذا متخرج من هذه المجالس. خلينا نشوف النشمي اليوم الشقردي. المجيد خلينا نشوف تعرفنا اكثر حول القهوه، قاعدين نشوف اصناف عديده عندنا حولنا. عادي تفضل، وحتى ودنا نشوف طريقه الصب. الحمزه هذه تفضل هنا بالمجيد. تختلف مناطق المملكه حسب درجه الحمص والاضافات. عشان انت عرضتها هنا محسن بس كامله، فدرجه الحمص الخفيفه تكون اعلى كفيل واعلى حموضه، المتوسطه مثل قهوه اهل نجد اقل حموضه واقل كفيل. العالم مثل الشماليه الحمص الغامقه تكون فيها طعم حلاوه. خلينا نعرض مثلا، خلينا نبدا ابتداء من الجنوبيه. المجد الجنوبيه مثلا، الجنوبيه شوف سبحان الله، الجنوب وش يبدا قشر، يبدا قشر حلو ثم فاتحه، وكل ما تطلع شمال تغمق. هذه الإضافات اللي يضيفونها في مناطق الجنوب خاصة جازان مثلا. طبعا هذه درجة الحمص حلو، والهيل صديق القهوة في جميع المناطق المملكة، بإضافة الزعفران والقرنفل والزنجبيل، وهذا الشمر حلو، وهذه قرفة حلو. هذا جميل جدا في رمضان، هذا ما تميز القهوة الجنوبية. الجنوبية وحتى عندهم دلة اسمها جبنة من الطين من الفخار.
حلو. فخارية هي. جميل. واللي بعدها طالما. اللي بعدها نجد، هذه قهوة أهل نجد ما يحتاج. نجد هذه القهوة الرسمية. إيه هي المسمار زعفران. ودرجة الحمص تكون متوسطة. أقل. أقل لي. والشمال عاد ما شاء الله أكثر سحب للبن المناطق الشمالية. يحمسونها غامقة. بالإضافة إلى الهيلي. وفي في الحجاز الغربية عندهم لمسة حلوة مستكة. حتى هم ما شاء الله عليهم يبخرون الثلاجة. في الحجاز يضيفون المستكة. مستكة في مستكة لمسة مستكة رائعة من أبدع ما يكون. ما شاء الله. هل تعطي نكهة للقهوة؟ هي أكيد يا بالتبخير أو إضافة. لاحظت أهل الجنوب مكوناتهم أكثر. ما شاء الله هي. طيب في منطقة مثلا نقول يكون في القهوة غامقة. الشمالية. الشمالية. الشمالية هي. هي الأغمق. فيها طعم حلاوة ورائحة حر كذا. يا سلام. طيب أنا بعد أود أن أنوه بعد ذلك رؤية السعودية حكرت القهوة السعودية لأبناء البلد. متاح لهم الكثير من المهام والفرص الوظيفية. سيما أنه تم تسمية القهوة السعودية ما كان يقال عنها القهوة العربية ولكن القهوة السعودية حلو نحن نفتخر. وأيضا اختلاف كبير. صحيح. رؤية السعودية أتاحت لنا المشاركة برضو. صحيح. في القطاع الحكومي والخاص مطارات الفنادق الجامعات المدارس حتى أصبحت اليوم أول سعودي يحصل على رخصة خبير قهوة سعودية ومارس من خلالها التعريف رمز الكرم وظيفة موقع السعودية وشرح معاني عاداتنا وتقاليدنا وكيف أن كل منطقة نكهة خاصة وطعم مميز وكيف يمتزج الطعم الرائع بحفاوة الاستقبال وملامح الكرم ورائحة العود. يا سلام. لا نملك بعد إذنك تفضل بعد الرؤية لا نملك إلا شكر المقام مولاي خالد محمد بن سلمان المكتوم بن عبد العزيز وليس ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولهم منا كل الحب والتقدير أكيد. والسمع والطاعه والولاء والوفاء والدعاء. تفضل اكيد عبد المجيد. طيب طريقه صب القهوه، طريقه صب القهوه هل شامله في جميع مناطق المملكه؟ هذا من امنا الدله تمسك باليسار. جميل. تمسك الدله باليسار تمام انا اجيب باليمين. طريقه الزك تصب عاد كله قدرته لكن هذه الصحيحه ثلث الفنجان. ثلث الفنجان الفنجالي مرتين قلنا ينحني وزعله ونقول يدنق الكبير السن يدنق يقدم اهلاي. حلو. والصباب ما يجلس لين يخلص اخر ضيف من الصب. صراحه وجهك ابيض. الله مهنه حلو. مهنه جميله وايضا يبيلها الصبر بشكل قهوة فادية جدا. قهوه تفضلوا فادية ونوار. وجهك ابيض جيتوا في فقرة جميله جدا. كيف الحال؟ نتعلم فيها عن انواع معلومات حلوه استفدنا منها. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ورحمة الله يديك واستمتعنا معاكم. شكرا لك. يعطيكم العافيه. الكرام تسمحوا لي اخر مداخله بس مع سجا وغاده. سجا وغاده تعالوا تعالوا معنا. بقول لكم الحين بقول لكم السر ليه وانتم تنبسطون. طب هو عشان الوقت فيصل. اي بس اكيد. سجا غاده تعالي. خليهم كلهم يجون. سجا غاده هذه بنت مديرتنا ريم العصيمي عشان ناخذ اجازات فهمت؟ طيب خلينا فيصل على اساس انه نختم يعني كانت تجربه جميله اكيد استمتعنا فيها واترك لكم كلمه كل واحد اكيد تفضلوا اذا يعني انا جدا مبسوطه بهاليومين يعني انتظر كل سنه يوم التاسيس يوم عزيز على قلوبنا ومننا ناخذ حتى احنا مع المشاهدين معلومات جديده على هذا الارث الكبير في المملكه. خير الكلام ما قل ودل. افتخر انت سعودي. هذا يوم جميل واحنا نفتخر بوطننا وبتاريخ تاسيس دولتنا. تفضل. اكيد نشكركم جميعا على طيب المتابعه. نشوفكم في احسن الاحوال في امان الله. طبعا انا بعطيكم قصيده وبختمها ان شاء الله واشكرك طبعا بحضورك يا حبيبي. بيقول لك باديه من باديه بعروق هذه لوديه موطني فيها ايهن الدرعيه وكبرت بالسعود صرت السعوديه فين الوله مشعود مشهود احيا لال سعود أول وثاني حكم عبد العزيز. صح لسانك.